مساء الخير عليكم، يا رب تبقوا كويسين وكله تمام. انا كريم شتا، مؤسس صفحه فود فور ثوت، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهي ايه المشاكل اللي الشباب بيواجهوها في الجامعه بشكل شبه يومي، وازاي ممكن يعني نواجهها باستعمال التولز او الوسائل المختلفه اللي موجوده في علم النفس الايجابي او البوزيتيف سايكولوجي. عشان تكلمنا عن الموضوع ده معانا ضيفة مميزة جدا، عندها خبرة واسعة جدا في المجال ده من الكوتشنج سيشنز اللي كانت بتديها للشباب واللي لسه بتديها، وهنعرف تفاصيل اكتر مع ضيفتنا النهاردة الاستاذة والكوتش هدير احمد. مساء الخير يا مس هدير، اخبار حضرتك ايه؟ مساء النور يا كريم. احنا كده خلاص بقينا لايف يعني. كده بقينا لايف، تمام. طيب خلاص كده، مش عايزه اقول لك الاول انا قد ايه مبسوطه ان انا معاك النهارده يا كريم. يعني انت من الطلبه اللي كنت عزيز عليا، مش عايزه اقول بقى من كام سنه، سنين كتيره قوي. بلاش. وقد ايه ان انا فخوره ان يعني حد من الطلاب بتوعي العزاز ان هو دلوقتي زميل في المهنه، ففعلا يعني ده حاجة يعني تخليني طايرة من الفرحة. يعني انا بشكر حضرتك انك بتقولي زميل، يعني احنا لسه قدامنا مشوار عشان نوصل للخبره وال يعني العلم بتاع حضرتك، وانا يعني جاي النهارده مش كوتش زميل، الا يعني طالب، عايز برضو طالب جاي بتعلم من حضرتك، يعني فان شاء الله ربنا يبقى يخليك اللقاء يا كريم. مظبوط. ده والله لا، ده انتوا الشباب اللي ده احنا نتعلم منكم حاجات، احنا ينقصنا يعني حاجات بنتعلمها منكم انتوا. ربنا ربنا يخليك يا يكرمك يا استاذه رب. هدير، ربنا يكرمك. طيب احنا كنا شيرنا البايو ما شاء الله الامبرسيف بتاع حضرتك من كام يوم، في سبيل ان حد ما قراهوش او ما لحقش يشوفه، ممكن حضرتك تعرفي نفسك للمشاهدين؟ اوكي، انا positive psychology coach من ICF و part time instructor في الـ AEC School of Continuing Education من 2017 للشباب والمراهقين. تمام. ليه بقى الشباب والمراهقين؟ يمكن انا بشوف ان سبحان الله انا محظوظة ان ربنا كرمني ان انا كان عندي خبرة في شغل في المدارس اكتر من 20 سنة مدارس وفي الجامعة الامريكية، فكان من خلال احتكاكي بالولاد في السن اللي هو بتاع الميدل والهاي سكول كنت أمالي أكتر شغلي في الديسيبلين ديبارتمنت، فكنت عايشة أكني وسط مشاكلهم والنيدز بتاعتهم، مشاكلهم مع بعضهم، المشاكل اللي بينهم وبين التيتشرز، المشاكل الناحية الأكاديميك، المشاكل مع البيرنتس. فده كان خلاني ببقى بشوف إيه التشالنجز اللي بتقابلهم، واداني اكسبيرينس في الحته دي. لما بعد كده بدات ادرس السايكولوجي والبوزيتيف سايكولوجي، كان عندي الحته بتاعت اللي هي البراكتس على ارض الواقع والعلم. وما ان برضو بعد كده كان كملت بقى الشغل في الجامعه، ده خلاني طلعت اكتر مع السن الاكبر، وولادي اللي هم كانوا سن التين كبروا ودلوقتي ما شاء الله بقوا في الجامعه، ما شاء الله. فبقيت اعيش مشاكلهم والنيدز بتاعتهم برضه نفس القصه، وغير ان انا ماما لبنت في الجامعه وبنت 15 سنه. ما شاء الله. في حاجه تانية، انا بحب السن ده قوي لان انا مؤمنه ان هم عندهم طاقات وامكانيات عاليه قوي، بس محتاجه تطلع للنور. طبعا. هم يعني عايزه اقول لك ان وانا بشتغل معاهم انا نفسي باخد الانرجي منهم، ببقى عارف ان هو بتعيد شبابك من اول وجديد، بتحس بالامل والتفاؤل. بس للاسف احنا ساعات يعني بعض الكبار منا بيبقى بنصدر عليهم احكام جادجمنت بتبقى غير عادله في بعض الاحيان. يعني احنا دايما بنسميهم الجيل المتسرع، الجيل المتدلع، الجيل المتهور، عايزين كل حاجه او مش عايزين يعملوا ولا حاجه. بس هو يعني الزمن اللي احنا فيه هو في يعني تطورات رهيبه، والسرعه والتكنولوجي والسوشيال ميديا بتخلي عندهم تشويسز كتيره قوي، وبتخليهم هم يا حبايبي هم حيرانين هم ايه الاتجاهات اللي احنا هناخدها، مظبوط. واحنا فين. يعني احنا دلوقتي يعني على ايامنا ما كانتش الانفتاح ده قوي، ولا التكنولوجي ولا السوشيال ميديا، فما كانتش المقارنات عالية. يعني احنا كان بتقارن نفسك مين بصحابك بقرايبك، لكن هم عندهم دلوقتي مقارنات ايه بالعالم كله. فمن ما يطوروا في امكانياتهم ومهاراتهم بيحسوا ان هم انا لسه، فبدل الاحكام اللي احنا بنصدرهم هم
محتاجين مننا ان هم يعملوا دعم ومسانده، وده كجزء مننا ككبار، ومنهم هم يعني. انا بشوف ان الشباب محتاج ان هو يشوف الحاجات الحلوه اللي فيه ويطور على ده، يطور امكانياته، يطور كفاءاته. وعلشان لان هم يعني التشالنجز والمشاكل بتاعه الجامعه كتيره قوي. يعني كنت عامله سيرفي ايه المشاكل اللي هم بيقابلوها، مشاكل هتلاقيها في العلاقات مع الدكتورز في الجامعه، مشاكل ان هم ما بيعرفوش ان هم يعملوا علاقات، ومنتشر جدا قصه الشعور بالوحده، ان انا مش عارف ازاي ان انا اخش في كوميونيتي، مش عارف ازاي ان يبقى عندي كوميونيكيشن سكيلز، فير اوف ريجكشن، انا مقبول ولا مش مقبول. قصه المذاكره، بيبقى دراسه الجامعه مختلف عن دراسه المدرسه، فاللي هو انا هذاكر ازاي؟ طب الدكتورز غير التيتشرز. يعني في تشالنجز كتيره، بس انا لو جينا وقفنا، لان هو دايما هم بيبقوا عايزين يلاقوا ايه، نلاقي حل للايشوز اللي احنا والتشالنجز دي. تمام. لو احنا وقفنا عند كل مشكله عشان نحلها، احنا ممكن نغرق في المشكله دي. لكن يمكن في الحاجات اللي هي من في البوزيتيف سايكولوجي، احنا ازاي ان احنا ان هم يبنوا كفاءتهم، يكون في عندهم ازاي ريزيلينس، صمود، علشان اعرف اتعامل مع المشكله والتحديات اللي انا بقابلها. مظبوط. واعرف ايه اللي انا محتاجه لكل مشكله علشان من سكيلز ان انا اطور نفسي فيها. تمام. فده يمكن ان انا من الحاجات القويه جدا في البوزيتيف سايكولوجي، ان انا اعمل دوينج ويل، عشان ان انا فيلينج ويل، عشان دوينج ويل احس الاول بالمشاعر الايجابيه، عشان اقدر ان انا اكون عندي يعني اقدر ان انا اتعامل في الحياه واكون منتج اكتر. صح. سواء بقى في الجامعه، سواء بعد كده ان انا لما هخرج لسوق العمل وهشتغل، فهواجه ده زي شوف الجامعه هي الكوميونتي الصغير اللي انا بتدرب فيه، وبيبقى هو بعمل فيه براكتسز عشان يأهلني فيما بعد للتشالنجز الاكبر بقى. بالظبط كده. وانا يعني مبسوط جدا بكلام حضرتك والتعريف ده، ولاي حد بيتفرج، عشان بس لو اول مره يتعرض لبوزيتيف سايكولوجي، في نقطتين حابب اعقب عليها مس هدير قالتها. اول حاجه قالت احنا بنشوف ايه الصح اللي فيه وايه اللي هو متمكن منه ونحاول نزودها اكتر، فعشان ما حدش يتلخبط، احنا مش البوزيتيف سايكولوجي مش علاج نفسي، احنا مش بنشوف هي المشكله ايه ونشيلها ازاي، لا ده موضوع تاني خالص. وبس يعني، وبنستغل بقى يعني الحاجات اللي حصلت في الماضي والمستقبل وهكذا. طيب جميل جدا يا مس هدير. طيب احنا حضرتك دلوقتي عرفتينا ليه حضرتك بتركزي على الشباب، وشرحتي بعض اتفضلي يا مس هدير. اوكي، لا اتفضلي يا كريم، اتفضل. ماشي. ولو اي حد بيتفرج، انا خلاص يعني هي زي ما قالت في الاول كنت طالب، فمس هدير دي هتبقى تلقائيه، مش هقدر اقول لها غير كده، فهي مش عارف اقول غير كده. فيعني لا انا فانا بس ثانيه كنت هقول قبل ما نتناقش في المشاكل اللي حضرتك طرحتيها دلوقتي، ممكن نتكلم على حضرتك يعني جه في سكتك البوزيتيف سايكولوجي ازاي، حضرتك اتعرفتي للعالم او المجال ده ازاي. بس حضرتك ممكن تبتدي باللي كنت هتقوليه من شويه. لا انا كنت بس عايزه اكمل على حاجه، ان هم علشان برضو دايما في ان هو يعني انا مش عايزه ادي مبررات للشباب ان احنا في تحديات والزمن ده صعب، فمعنى كده ان احنا مفيش دور علينا وفي ريسبونسابيلتي علينا. لا، هو في دور احنا هنكمله، وفي مسؤوليه اللي انا هشوف انا يعني لو يعني ممكن حد يقول لك احنا مش هنحل المشاكل، طب واحنا هنسيب المشاكل دي كده؟ لا، هي احنا الاول قبل ما نحل التشالنجز والمشاكل دي اللي هي ونبقى يعني مش شايفين غيرها، الاول احنا المايند سيت بتاعتنا عامله ازاي؟ يعني انا عندي عقليه الجمود ولا عقليه النمو؟ تمام. انا من الحد اللي شايف ان هو بقى قدراتي وذكائي كده وربنا خلقني كده، فانا مش هقدر اعمل حاجه، ولا عقليه النمو ان انا شايف لا ان انا اقدر اطور واقدر اتعلم حاجات جديده، اقدر اعلي من مهاراتي، اقدر اعلي من كفاءاتي. عقليه الجمود بتخليني ان انا عندي ثقه، ما عنديش ثقه بنفسي،
بخاف ان انا يعني اواجه اي تحديات، وبكون ان هو بتجنب الميستيكس والسيلف ايمج بتاعتي ان هي عايزه احافظ عليها، فمش هدخل نفسي في اي تشالنج ممكن يهز صورتي، ممكن يخليني ان انا افقد الثقه، فهتلاقيني مش بجرب حاجات جديده، مش عايزه اتعلم، ما هو خلاص، ما هو انا ما عنديش امل ان انا امل للتطور او ان انا ابذل اي مجهود، لان انا شايف ان انا هو ده كده قدراتي. صح. او وده بشوفها جدا، يعني من الايشوز اللي هو كنت عامله سيرفي لشباب الجامعه، ايه اكتر المشاكل زي ما قلت لك كان فيه اللي هو انا عشان عندي شعور بالوحده ومش بعرف اتعامل ولا اخش جوه مجموعات. تمام. فلما جيت تناقشت يعني مع البنت دي، فقلت لها طب انت يعني حاولتي ان انت تتعلمي كوميونيكيشن سكيلز، سواء عن فيديو، سواء ان انت تحضري ورك شوب، سواء كورسز او كده؟ فوقتها قالت لي لا. طيب انت عايزه مشكله تتحل، هتتحل ازاي وانا ما باخدش اي ستاب ان انا احل المشكله دي، ان انا اعلي من قدراتي؟ فطبيعي ايه اللي هيحصل؟ انا هفضل واقف عند المشكله وفي بقى حاجه، طول ما انا مصدق عن نفسي ان انا مش بعرف ومش بقدر، مش هتقدم ولا هيبقى في اي تغيير في حياتي، مش هنتظر تغيير. بعكس الجروث مايند سيت، ان هو ان انا عندي ان انا لا انا عندي تشالنجز، انا بحب ان انا اواجه التحديات دي. حتى ايفن مين ما بيغلطش، غلطنا وكان في اخطاء، هنتعلم من اخطائنا، هتعلم المره الجايه هعمل ايه، واقبل النقد، بس طبعا اكيد النقد البناء مش النقد اللي عمال على البطال، هو اللي يبنيني ازاي. طب انا صح، لو وقعت في دي فهفهم انا اقدر اعمل ايه، ده يخليني اتطور ويبقى في نجاح اكتر ويبقى عندي مرونه وفلكسبيليتي اكتر. انا قصدي حضرتك وتقريبا اللي كانت قالت الكونسبت ده كانت الدكتوره شالي جيب، الواحده في امريكا، صح، هي اللي قالت على الفرق ما بين اللي هو زي ما حضرتك بتقولي الفيكست والجروث. بص عايزه اقول لك حاجه، بشوف ان قصه الفيكست والجروث مايند سيت دي مهمه قوي، ونفسي ان الشباب يبقوا عارفينها، لان انا عايزه اقول لك حاجه، انا يمكن عندي انا شخصيا تريجر في حاجه، ان انا لما كنت في السن ده انا كنت محتاجه ان انا حاجات كتير عايزه اتعلمها، حاسه ان انا عايزه، انا كنت تساؤلات في دماغي، هو انا بفكر صح؟ هو انا ازاي اقدر اخد قرار صح؟ طيب انا حاسه ان انا عايزه اتعلم بس مش عارفه اتعلم فين، لان احنا ما كانش عندنا ولا طبعا اي سوشيال ميديا كده، ولا كان في كورسز ولا ورشوبس، كان ميني اكتر الكتب، يعني انت لو هيبقى بتقرا كتب وتقدر انت تتعلم من الكتب وتعلم نفسك، او تاخد اكسبيرينس، ولو صدفك بقى حد بقى ان هو من المناقشات والحوارات تقدر تجين من الاكسبيرينس بتاعت الناس التانية. صح. فلما بدات بقى، لما الواحد كبر وتعلم الحاجات دي، اللي هو يا سلام لو كنت زمان عرفت الكلام ده، يعني اكيد هيفرق، لان انت كنت داخل على كوميونتي كبير مش عارف تتعامل ازاي، بعد كده قدامك ان انت تختار شريك حياه، طب انا هختاره ازاي بناء على ايه؟ طب انا هتعامل بعد كده معاه ازاي؟ فدي كانت حاجات انا شايفه ان دلوقتي زي ما في تشالنجز كتيره في الزمن ده، شايفه ان في فرص برضو كبيره للشباب ان هم يقدروا يتعلموا، يعني فببقى عايزه بقى اللي هو اللي انا اتعلمته ده ان هم ان انا ايه يعني نفسي يعرفوا، لان هيفرق في حياتهم، هيفرق وهيفرق حاجات كتيره. وحضرتك اوريدي ابتديتي في الخطوه دي، يعني احنا يمكن كمان يعني في الحاليا بنحاول نوسع ادراك البوزيتيف سايكولوجي للكبار، يمكن ده هياخد وقت شويه، بس الشباب بيبقوا اكشي من اللي انا بشوفه مقبلين على الموضوع ده، عاوزين يعرفوا اكتر، يعني مش ممنعين بس يعرفوا المعلومه او الناس توصل لهم، هي دي الحكايه يعني. طيب حضرتك يبقى كده احنا اتكلمنا، يبقى حضرتك كده طرحتي بعض المشاكل، اتكلمتي على الفيكست وجروث مايند سيت، طب ايه برضو وسائل او تولز تانية موجوده في البوزيتيف سايكولوجي ممكن تفيد الشباب غير كده؟ في حاجه يعني في تول مهمه جدا اللي هي هتساعد، اللي انا زي ما قلت ان هيبقى عندنا ازاي صمود نفسي، يعني ان هو ازاي قبل ما يكون انا عندي مشكله وانا واقف فيها ومش عارف اتصرف فيها ازاي، ان يكون ازاي ان انا ببني الصمود النفسي والمرونه بتاعتي. ففي موديل حلو قوي في البوزيتيف سايكولوجي اسمه 7 سيز موديل، ده
اعتقد بتاع دكتور جانس بيرج، هو طبيب نفسي كان طب اطفال، كان بيقول ان في 7 مكونات اساسيه علشان نبني المرونه والصمود النفسي، تمام. ودي المفروض ان طبيعي ان هي وان احنا صغيرين ان بيكون عندنا المكونات دي. تمام. ايه اللي بتكون متاحه عنده وبتتبني عنده فبيكمل بيها، واللي ما بتكونش مبنيه وعنده ال7 مكونات دول فبيحتاج يبذل افورت وبيحتاج ان هو يشتغل عليهم. بس حقيقة انا بشوف ان احنا كلنا احنا محتاجين ان احنا تو بيلد الريزيلينس، حتى الكبار يعني مش الصغيرين او الشباب بس، لا هو احنا فعلا محتاجين ان احنا نبني، لان احنا دلوقتي عندنا تشالنجز كتيره فمحتاج ان احنا يبقى مستعدين ليها. تمام. فالسفن مودلز دول هو ليه اسمهم 7 سيز؟ علشان هم 7 كلمات بتكونوا اول لتر منهم سي. حلو. اول حاجه الكومبتنس اللي هي الكفاءه، ثاني حاجه الكونفيدنس، الكونتريبيوشن، كونكشن، كاركتر، كوبينج، وكنترول. هنقول كل واحده ايه بالظبط. يلا بينا. اول حاجه في الكومبتنس هي الكفاءه، يا ترى انا كشاب انا عارف ايه اللي بيميزني، عارف ايه اللي انا شاطر فيه، عارف لما انا بقع في مشكله ازاي بطلع منها، وشايف نفسي بامكانياتي ولا انا مش شايفها خالص. لان في بعض الاوقات بتلاقي ولاد هم عندهم، هو اساسا مبدئيا احنا سبحان الله ربنا بيميز كل واحد فينا بميزات ونقاط قوه، كل واحد فينا عنده الحاجات دي، مفيش حد عنده وحد ما عندوش، بس في حد بيعرف ايه المميزات بتاعته وايه نقاط القوه، وفي حد ما بيعرفهاش. مظبوط. في حد بيصدقها وفي حد ما بيصدقهاش. فهي بقى النقطه الاول انت تسال نفسك، هو انا عارف انا ايه الميزات وايه الحاجات اللي انا شاطر فيها وايه الحاجات السكيلز والمهارات والكفاءات اللي عندي وانا مش عارفها. لان بتفرق، وده يخليني مثلا اسال، واكيد انا متاكده لو كل واحد سال نفسه، ودي في اكتيفيتي كده على الجزء ده جميل، لما تفتكر كده حاول تفتكر اي تشالنج او مشكله واجهتك انت خرجت منها ازاي وحلتها ازاي. حلو. ايه الحاجه اللي كانت عندك ساعدتك في ده؟ تمام. وده بيخليني في النقطه دي، لو انا مش عارف ايه الحاجات اللي انا مميز فيها عندي بقى طريقتين. اول حاجه ان انا في دلوقتي يعني اختبارات كتيره للبرسوناليتي تريت ان انا اقدر اعرف نفسي منها، وفي برضو من الحاجات القويه في البوزيتيف سايكولوجي الكاركتر سترينث، نقاط القوه، هي ان ده في الفيا تيست للنقاط القوه انا اعرف اقدر بقدر يعني احل الاختبار ده، واقدر اعرف انا ايه الحاجات التوب اللي عندي، نقاط القوه اللي هي اعلى حاجه عندي. هما بيبقوا 24 نقاط قوه، بس مش معنى ان انا عندي 5 الاولين هما التوب بتوعي يعني انا ما عنديش الحاجات التانيه، لا، هي دول اكتر حاجه ربنا كرمني بيهم ان هما يعني زي اللي ايه اوتوماتيك كده هستخدمهم. تمام. بس انا عارفهم وشايفهم ولا لا، بس وبعمل يعني اوفر يوز ليهم ولا اندر يوز، يعني بستخدمهم بشكل صح واستثمرهم ولا بسيء استخدامهم. لان هي سبحان الله هي بتبقى جفت ونعمه من عند ربنا، زي بالظبط ايه يا كريم؟ يعني زي ما ربنا ينعم عليه مثلا بمال او صحه، ففي حد بيعرف يستغل الصحه بتاعته او الفلوس اللي معاه ويستخدمها في الحاجات الخير، في الحاجات اللي تنفعه، في الحاجات ان هو يتطور وينجح في حياته، وفي حد ممكن يستخدم العكس، ما هي ده عنده النعمه دي وده عنده النعمه دي، ده هيستخدمها في ايه بيستخدمها في ايه، ده شايفها وحاسس بقيمتها ولا مش شايفها اساسا. نفس القصه نقاط القوه، انا مزبوط. شايفها محتاجه اتعرف عليها. احنا انا عايزه اقول لك حاجه، هو لحد يا نهار ابيض انا مش عارف انا شاطر في ايه، عادي خالص جدا. يعني احنا يعني انا لغايه ما درست البوزيتيف سايكولوجي انا ما كنتش عارفه الكاركتر سترينث
بالشكل التفصيلي ده. اه صح. كنت عارف انت ايه المهارات عندك، انا شاطر في ايه، بعرف في الكوميونيكيشن سكيلز ايه، بعرف اتكلم، بس ان انت تعرف بقى بتفاصيل بتفرق جدا، آه أكيد. لان دي بتساعدك في شغلك، بتساعدك في العلاقات، لان انت بتفهم عن نفسك ايه الحاجات بتاعتك، وبتفهم عن الناس التانية، بتحاول تشوف الحاجات الجمال اللي ربنا وضعه فيك وفي الاخرين. مظبوط. يبقى محتاج في ان انا عشان الكومبتنس بتاعتي اعرف كفاءتي، ان انا اشوف باي طريقه اعرف ايه اللي هي نقاط القوه اللي عندي، ايه المهارات والحاجات اللي شاطر فيها. تاني عظيم. حاجه ودي برضو من الحاجات القويه في البوزيتيف سايكولوجي، الجراتيتيود. عرفت، او انا اقول لك انا عارف، انا عارفه انا مميزه في ايه. طيب يبقى دي نعمه كبيره محتاجه الشكر عليها، شكر ربنا، صح، علشان لا ان شكرتم لأزيدنكم، أزيدنكم. صح، وهيخليني انا كمان ان انا يعني في حاجه في النيوروساينس، ان احنا كل ما بنمتن وبنحمد ربنا اكتر، او بنعمل كايند اوف جراتيتيود عامه، سواء لربنا، سواء ان احنا نمتن على النعم بتاعتنا او للاخرين، هو في الجزء اللي هو البري فرونتال كورتكس في المخ، هنا الجزء اللي هو المسؤول عن التحكم والقرارات السليمه والخير وكده، بيحصل له اكتيفيشن. مظبوط. فانا كل ما اشكر وكل ما احمد ربنا واشوف النعمه واستخدمها واستغلها، ده انا هزيد، وهتلاقي ان انا بتطور اكتر وبعمل براكتس للنقاط بتاعتي. حلو قوي، انا ما كنتش عارف المعلومه دي، فدي انا اتبسطت بيها. يعني انا كنت اعرف طبعا اهميه الجراتيتيود، بس ما كنتش اعرف تاثيرها كمان بيولوجيا في الذهن يعني، فدي معلومه جديده بالنسبه لي. حلو قوي. هو الفضل يعني أنسبه في المعلومة دي لدكتور أحمد دوبيا، يعني تمام. هو طبيب نفسي وبرضه في علم المخ والأعصاب، فهو جميل. فعلا اللي كان يعني بيقعد يوضح لنا دي. وبس على وبرضه في النقطة، برضه هو مش الجراتيتيود بس، هو أي قيمة أو أي فاليوز أو أي حاجة خير بنعملها بتعمل اكتيفيشن للجزء ده. فدي اوكي. من دي من الحاجات الإيجابية برضو، يعني دي من الحاجات اللي بتخلي عندنا إن في أمل إن إحنا مش هنفضل زي ما إحنا. صح جدا. طيب نتنقل بقى على النقطة اللي بعدها. يبقى إحنا أول قلنا أول سي اللي هي كومبتنس، اللي هي الكفاءة، أنا بقى عارف إيه المهارات بتاعتي، إيه الكفاءات، إيه الحاجات اللي أنا شاطر فيها. تمام. والأكتيفيتي إن أنا أفتكر موقف وأشوف أنا اتصرفت فيه إزاي، وأحاول أشوف، وممكن اطلب مساعده من حد، بس حد اكون بثق فيه، وحد ان هو يعني بيعمل لي دعم ممكن يساعدني في القصه دي، هي يشاور لي على الحاجه اللي انا شاطر فيها. يرشدني شوية. بالظبط. تاني حاجه في اللي هي لاتر سي بقى، الكونفيدنس، الثقه بالنفس. تمام. والثقه بالنفس دي بتكون انا شايف نفسي ازاي، مصدق في نفسي ولا لا، جميل. وبتيجي وهتلاقيها مبنية على قبلها، يعني انا برضو شايف الحاجات الحلوة اللي فيا، وشايف ان انا ان انا بقدر استخدمها، وان انا بعرف ولا ما بعرفش ولا لا. وتاني حاجة برضو اللي هي بشوف ان الثقة بالنفس دي اساسها هي بتيجي من الثقة من الله، يعني انا هستمد قوتي وثقتي في نفسي من الثقه بالله، مفيش حد كده واقف لوحده. صح. يعني انا لو اعتمدت حتى بقى ان انا عارف قدراتي، وعارف ان انا شاطر، وعارف ان انا مميز، وعارف ان انا بعرف احل، لو وقعت واتهزت ثقتي بنفسي، فانا ومش شايف ثقتي في الله، ده هيبقى صعب جدا. وده كتير جدا. كتير بنقع في ده، حتى احنا الكبار بنقع في ده. مظبوط. محتاجين عشان نزود ثقتنا بنفسنا ان احنا زي ما قلت ان احنا بقى معتمدين ان هي الاساس من الله. تاني حاجه ان احنا براكتس بقى، كل ما اعمل براكتس السكيلز بتاعتي والكاركتر سترينكس بتاعتي، ده بيخليني اكتر ان انا بشوف ان انا بعرف اعمل، وحتى لو وقعت هتعلم واقوم تاني.
وهعرف ازاي ان انا بطور في الكفاءات بتاعتي، صح. وببقى شايفه حاجه ان احنا نكون عندنا رحمه بنفسنا شويه، يعني بلاش جلد الذات اللي هو انا مش متقبل اي ميستيكس ومش متقبل ان انا اقع، انا بشر وهقع وهغلط، اكيد. بس ازاي اتعامل مع نفسي برحمه، ازاي اعرف ان انا ازاي ان انا اقدر ان انا اشوف الثقه بالله واشوف ان انا هقدر ايه اقوم ازاي تاني وبالهداوه، اللي هو مش اللي هو، لان لو انا فضلت اجلد في ذاتي انا هفضل واقف مكاني. مظبوط. ايه الحاجات بقى الاكتيفيتيز اللي انا ممكن اعملها في تعليم السيلف كونفيدنس بتاعتي؟ حاجه اسمها كويك وينز، ازاي ان انا اعمل حاجات ممكن تبقى مش حاجات كبيره قوي، مش لازم اتشيفمنتس رهيبه، دي بتساعدني ان انا اشوف نفسي ان انا بقدر عندي القدره، لان انا العقل بتاعنا لما بيشوفني ان انا بعمل حاجه صغيره هي زي ما انا هقدر اعمل حاجه كبيره، صح. ودي في نفس الوقت انا كده بسعى. فالتو دو ليست اللي بنعملها ديلي ان انا حاجه افضل اعملها لفتره واعمل تشيك ليست عليها، فدي بتفرق وبتخلي اساسا عقلي يشوف ان في يعني بتحرك. في فده تطور. بيخليني بالظبط حتى لو حاجات بسيطه، وبيخليني بقى ابدا ان هي مش واقف مكاني، يعني مظبوط الناس حواليا بتدعمني، دي من الحاجات المهمه، جدا. مين اللي حواليا ومين اللي ممكن اللي هو زي ما قلت بيشاور على الحاجات الحلوه اللي فيا مظبوط. ويساعدني في ده. والكاركتر سترينث تيست ده ممكن برضو من الحاجات اللي هي القويه بتساعده. انت على فكره احنا هنلاقي السبع مكونات السفن سيز دول هتلاقيهم مربوطين ببعض. طبعا طبعا. البوزيتيف سايكولوجي نفسها اصلا كل الافرع، كل ما ادرس حاجه في مجال فرع جديد الاقيها مرتبطه بحاجه، يعني كله بيخش في بعض، فده ده اصلا حلاوه البوزيتيف سايكولوجي يعني. فعلا بتحس ان هو على قد ما هو يعني ما فيهوش حاجات كتيره، بس في حاجات مترابطه، فانت بتعمل ايه لو انت عملت حاجه بتلاقيها بتصب في الناحيه التانيه. حقيقي. مظبوط. تالت سي بقى الكونكشن، هي الاتصال، انا مين الناس اللي حواليا، يعني احنا بنلاقي في الموقف الصعب، في لما حتى يمكن ده كان ظهر اكتر في كورونا، ان احنا لما التواصل والكونكشن ما بيننا وبين الناس هو ده اللي بيخلي الواحد يستحمل، يعني هو ده اللي بيخلي الواحد يحس ان هو هيقدر يعدي التحديات، هيقدر يحل مشاكله، هيقدر بيحس ان في حد جنبه، بيحس كده بشعور الرحمه والالفه والانس، بيخلي ان احنا نقدر. وسبحان الله ما احنا ربنا خلقنا عشان نبقى صحبه مع بعض ونتعرف ونعمل خير ونعمل حاجات كتيره اللي هي ان احنا في حياتنا، ف مظبوط. بيكون مبني الكونكشن ان هو انا شعوري ايه، ايه السنس اوف بيلونجينج في الكوميونتي اللي انا فيه، انا حاسس بالبيلونجينج ولا مش حاسس، حاسس ان انا يعني في ناس ممكن تكون وسط ناس كتيره حوالي ناس بس هم حاسين بالوحده، صح. وده بيبقى يعني منتشر كمان في الجيل، يعني هو كان معروف زمان ان اكتر ناس بتحس بالوحده هم الناس الكبار في السن اللي بيكونوا خلاص تبعوا معاش، اللي هم خلاص بيحسوا اولادهم كبروا واتجوزوا، لكن دلوقتي بالدراسات اكتر فئه عمريه عندها شعور بالوحده اللي هي من 18 لغايه حاجه 20 سنه. ده ليه؟ لان ده بسبب ان فقد السنس اوف بيلونجينج والشعور دايما بالريجكشن. دي ازمه فعلا. ويا كريم عايزه اقول لك ان انا في كده معلومه عرفتها وكانت فعلا يعني قويه قوي، ان الشعور بالريجكشن البين بتاع الريجكشن الالم بتاع الرفض ده بيبقى في نفس الجزء في المخ اللي بيتسبب منه الالم الجسدي. يعني لما انا بكون شوف لما الواحد بيكون متالم عنده الم بطنه توجعه عنده الم في اي مكان في جسمه،
بيبقى تمام. ألم ازاي، ممكن يكون خفيف يكون كتير، ما بقاش حد مدرك الألم النفسي. فعشان كده الناس لما بكون أنا حاسس إن أنا مش وسط كوميونتي، مش عارف الناس ازاي أتأقلم وأتكيف مع الجروبس، ده اه بيبقى ألم جامد بيوجع. طبعا طبعا. فده يخليني أقول أنا هفضل واقف مكاني، ولا أنا عايزة أخد خطوة وأخد قرار، أقول إن أنا لأ، عايزة يعني عايزة أتعلم، عايزة أكون belonging. صح جدا. هو الألم الذهني أصلا يعني بيتقال من ناس كتير إن هو أوحش كتير عن طبعا مع الفرق يعني، بس أوحش كتير عن الألم الجسدي، ده اللي أنا بسمعه من ناس كتير يعني. هما الاثنين مؤلمين، هو ده ألم وده ألم. الاثنين مؤلمين. طيب عشان برضو نربط في الحته دي، الكونكشن زي ما احنا قلنا بيبني عندنا الريزيلينس. فانا لما بيكون عندي مشكله او عندي تشالنج او عندي خوف من حاجه، فانا الصحبه والناس اللي حواليا هو بيبقى عامل مساعد جدا. تمام. ما اعزلش نفسي، ما اعزلش نفسي واقول ان انا هعرف اعمل او انا مش هعرف اعمل وابعد عن الناس. تمام. فلما بيكون عندي بقى قبل ما يحصل لي مشكله او قبل ما اخش في تحدي، لما اكون عارف حاجه مين الناس، يبقى انا يعني انا بتخيل كده ان انا زي اكني عندي ليست، انا لما بقع في مشكله مين الناس اول ناس بجري عليها وبروح احكي لها، حلو وبيعملوا لي دعم وبيساندوني بيبقوا واقفين معايا، جميل. ومين الناس اللي انا رحت لهم وهم بدل ما يساعدوني هم اكتر كنت بتأذي نفسيا، اه هم جنبي وبيساعدوني بس ممكن بيساعدوني بطريقة غلط، تمام يعني ممكن بطريقة اللوم، ممكن ما انت لو كنت عملت، ما انت لو كنت هتبقى ما انا قلت لك. فتلاقي بدل ما انت اللي هو انت عايز اللي يسندك، انت بتحس ان انت بتنزل تحت اكتر ونفسيتك بتسوء اكتر، وبدل ما تمام تبني الريزيلينس انت بتنزل تحت. تنزل ومين تحت. اساسا اللي مش الناس اللي ما تروح لهمش اساسا، يعني هم مش هيقدروا يساعدوك، هم ما بيعرفوش يساعد، يعني ما بيعرفوش يقدموا الدعم المناسب ليك. فانت تبقى عارف مين، ما روحش للشخص الغلط. مظبوط. احنا كده قلنا، يبقى قلنا الكومبتنس، ايوه قلنا كونفيدنس. الكونفيدنس، ايوه كونكشن، connection. كده يبقى هنخش ده على الرابعة بقى. الكونتريبيوشن. كده في الرابعة كاركتر، اوكي. الشخصية دي بتبقى مينلي يعني مبنية على حاجة، هو أنا إيه الكور فاليوز بتاعتي، إيه تمام. القيم اللي عندي. يعني أنا دايما في لما بيحصل أي مواقف تشالنجز بيبقى في قدامي طريقين، تمام طريق صح وطريق غلط، أكيد. انا عليه بختار هو انا ايه الطريق الصح اللي انا همشيه عشان احل المشكله دي، ولا ممكن اتنازل وامشي في سكه تانية عشان احل المشكله. أوكي فهي بتكون الحاجات وعكسها، هتلاقي بقى طريق الصح وطريق الغلط، الحرام والحلال، الخير والشر. مظبوط. ف بتبقى مبنيه ان انا ببقى عارف ايه الفاليوز بتاعتي، ودي بتخلي عندي responsibility. انا عندي، وسبحان الله يعني احنا ربنا، ما هو ربنا لما بيحاسبنا عشان اختياراتنا، صح. وان عشان انا عندي الفريدم وعندي التشويس ان انا اقدر اختار بين الطريقين. فبيبقى اللي بيدعم الواحد وقت برضو المشاكل ان انا ببقى ثابت على قيمي ولا لا، مظبوط. وبس ابقى عارفها الاول. طب حضرتك مس هدير، ايه عشان لو حد مش عارف، ايه الفرق ما بين القيم ونقاط القوة؟ يعني إيه، عشان احنا اتكلمنا على نقاط القوة كتير، ودلوقتي في الكاركتر بنتكلم عن القيم، فممكن حد يبقى محتار طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ هو فعلا انا عايزه اقول لك حاجه، احنا اساسا لما كنا بندرس البوزيتيف سايكولوجي كان الاثنين بيخشوا في بعض، صح. بس هي انت هتلاقيهم ان هم تقريبا هم الاثنين واحد. بس في ايه يعني، هي حتى الاختبار بتاع الكاركتر سترينث هو الفيا فاليوز ان اكشنز، ان هو القيم ازاي ان هي بتفعل، ازاي ان احنا بنعملها في اكشنز طب وبتبقى سلوك لينا. مظبوط. فبتلاقي هم متقاربين مع بعض، بس يمكن
بيبقى بنزود يعني في الفاليوز اكتر، بيبقى في قيم اكتر، اللي هي مثلا زي ايه؟ زي التقوى، زي الايمان، زي الصدق. يعني هي برضو دي موجوده في السترانسس، بس في حاجات اللي هي هتلاقيها اكتر. يعني هتلاقي ليست، هتلاقي يعني حتى ان انت لو حد دخل وعمل ان هو يدور على الليست بتاعت الفاليوز هيلاقي كتير. وممكن هو دي من الحاجات برضو اللي هيساعده ان هو يشوف ايه الحاجات بتاعته، او تمام. القيم دي بتبان، هي بتبقى بتبان من تصرفاتنا. مظبوط. يعني بتلاقي حد عنده العدل، حد عنده الصدق، حد عنده الأمانة. اوكي، حاجات اقوى يعني واعمق لا، بكتير. هي مش هي ما نقدرش نقول أقوى وأعمق، هي ممكن نقول إن هي ممكن لو according لل 24 character strengths، هي احنا محصورين في 24، تمام. لكن ان الفاليوز هتلاقي ان هي ايه، متشعبه اكتر، اللي هي بس. وهتلاقي حاجات في الفاليوز هتلاقي موجوده في نقاط القوه موجوده برضه. اوكي، فهمت قصد حضرتك. جميل، يبقى ده كده الرابع سي اللي هو عشان الكاركتر. كده عشان كده ما هو برضه من الحاجات اللي كنت كاتباها في الاكتيفيتي هنا دي، ان احنا بنشوف القيم اللي احنا اتربينا عليها. يعني اها، هتلاقي كل بيت عنده القيم اللي هو متربي عليها، اكيد. القيم اللي اهله ماشيين عليها، اللي كان وهو من هو صغير هي اساسي، اللي هو بيبقى ايه، هو الريفرنس بتاعي للصح والغلط. تمام. اوكي. وكمان حاجات ان هي برضو ان الكاركتر سترينث تيست، ان انا أكيد اشوف ايه نقاط القوه بتاعتي. هتلاقي دي بقى هتلاقيه في كل حته يعني طبعا. ماشيه معانا. منتشر، حلو قوي. يبقى نيجي ده بقى، كده رابع سي. لا الخامس، خامس. لا قصدي الرابع الكاركتر، صح. الخامس احنا ايه بقى؟ contribution، المساهمة أو المشاركة. من حاجة يعني احنا لما بنكون حاطين قدام وشنا كده المشاكل بتاعتنا وبتبقى فيكست كده، بنبقى احنا سيلف فوكست على الحاجات، ومركزين قوي في كل بقى الحاجات اللي بتضايقنا وفي كل مشاكلنا، ما بنبقاش شايفين الصورة الكبيرة، ما بنبقاش ان احنا شايفين الغاية او الهدف الاكبر اللي هو موجود في الحياة، اللي اساسا ان احنا مخلوقين عشانه. مظبوط. فبتلاقينا غرقنا في مشاكلنا ومش شايفين ان احنا لا، في مينينج اكبر، في بيربس في الحياة، اللي هي يعني بنسعى ليه. صح. ده بيخلينا يعني لما بيجي حد يقع او بيحصل له مشكلة، بيلاقي ان هو لما بيكون، لو هو فضل غرقان في مشكلته مش بيعرف يطلع، بيطلع بيبقى بصعوبة ان هو يطلع. لما تمام. بيكون عنده حاجة هي بيسموها الغاية السامية، اللي هي حاجة انا عايش من اجلها، دي بتخليني ان انا اطلع. يعني زي الشباب، ان هو ممكن لو انا دلوقتي ببقى في اي كوميونتي، في نشاطات في الجامعة، في اتحاد طلبة، بعمل حاجات في الشارتز، الحاجات الخيرية دي بتخليني ان انا ليا دور وليا شايف ان انا مكانة. فلما بكون وقعت في حاجة او عندي مشكلة في حاجة، فهي في جزء، لكن في حاجة كبيرة انا مساهم فيها. غير مظبوط. ان هتلاقي برضو ان انت لما بتكون في كوميونيتي او في كونتريبيوشن او في بتشارك في حاجة، انت هتلاقي الصحبة دي اساسا بتشدك. أكيد. فاحنا مهم جدا ان هو احنا في الجامعة يعني نلاقي بقى نفسنا حاجة بنساهم فيها، في اتحاد طلبة، أنشطة في الجامعة، حاجات خيرية إن احنا نعملها، نخلق لنا صحبة، ويكون تمام. عندنا هدف ومينينج للحاجات اللي احنا بنعملها. يعني من برضو من الحاجات الولاد اللي كان بيبقى الايشوز اللي عندهم، هو انا موجود بعمل ايه؟ وانا بشوف ما شاء الله برضو حاجة، يعني انا بشوف ان الجيل ده هو بيسأل نفسه أسئلة احنا يمكن سألناها على كبر، تأخر. يعني أدركناها على كبر. تلاقي هو أنا موجود هنا بعمل إيه؟ هو الرحلة دي هتنتهي إمتى؟ هو أنا بعد ما أتخرج هتكون الحياة شكلها إيه؟ هو شغله بس ولا إيه؟ فالأسئلة دي محتاج لها أجوبة. تمام. فمحتاج لها ان انا يكون عندي مينينج قوي وبيربس في الحياه، ان انا اقدر اشتغل عليه، هيساعدني وهيعلي مهاراتي وكفاءاتي
ويخليني اشوف نفسي ايه الرساله او مراد ربنا مني اللي انا. وده لما بعمله براكتس بقى وانا في سن الجامعه، ان انا يعني الولاد اللي بتشتغل على نفسها وتجرب هنا وتروح هنا ويبقى عندها كذا كوميونتي بتخش فيهم، ده بيديهم جريت اكسبيرينس ان هما بعد كده هو بيبقى شاف نفسه وشاف امكانياته وشاف ان هو بعد كده ممكن هو هيختار ايه المجال اللي هو شاطر فيه ان هو وخد خبرات. اكيد. صح. ممكن ودكتور نقول مارتن سالك من برضو اللي هو زي ما حضرتك عارفه من مؤسسي المجال، قال ان البيربز دي اصلا من الحاجات الاساسيه للويل بينج او السلام الذهني بتاعنا، فحضرتك معاكي حق 100%. ما هو احنا بص، هو كل اللي احنا قلناه ده هو بيعمل امبروفمنت للويل بينج، وبيقلل ان احنا من المرض العقلي والمرض النفسي. مظبوط. يعني وبرضو ممكن ان احنا لما نبدا، يعني لان انت ممكن حد يتخض يقول لك مين، ما هو فعلا هي حاجه تخض، معنى ايه في الحياه ولا ايه غايه في الحياه اللي انا اعرفها دلوقتي؟ اذا كان الناس الكبار دلوقتي وعلى فكره لغايه ما هنموت واحنا بنسعى لده، فهو انتوا بتقولوا لي ايه؟ لا، كبدايه ان انا ابدا اعرف اللي هو ايه المينينج، المعاني من كل حاجه انا بعملها. تمام. يعني انا ايه المعنى من ان انا بروح الجامعه؟ ايه المعنى ان انا بدرس؟ ليه؟ ايه المعنى من ان انا اطور من نفسي؟ بالظبط. انا بعمل ده ليه؟ وايه عاوز اوصل لايه؟ يعني انا مش ماشي يعني سوري اعمى كده، الحياه بقى بتاخدني ودوامه الحياه وعمال ان انا ماشي كده ومش عارف، لان ده بيخليني افقد الاستمتاع بالحياه. ده حقيقي. فاللي هو ببقى عارف المعنى، لان حتى في المذاكره ايه لازمه المذاكره؟ ايه لازمه التعليم؟ لا، ما هو انا بقى انا كرييتنج المينينج بتاعي. يعني انا دلوقتي ما شاء الله بشوف الشباب ان هو دلوقتي انت عندك فريدم وعندك تشويسز، طب انت بقى اللي تعمل تصنع المعنى بتاعك. المعنى وهبدا صناعه المعنى ده في الحاجات اللي انا بعملها. ان انا ازاي المعنى من العلاقات. والانتنشن، انا ايه نيتي لما انا بخش علاقه، يعني علاقات ان انا ببني علاقات وكونكشن مع الناس والكلام ده بيبقى ايه شايف ايه جمال، ولا انا عشان مضطر اهرب من الوحده او علشان حد يساعدني في الـ في الـ في الـ في التاسكس بتاعتي وانا مش شايف، لان هو ده فعلا ده من الحاجات اللي فقدت افتقاد المعنى في العلاقات، خلينا مش عارفين نستمتع، مش خلينا مش عارفين ان احنا نعمل علاقات، مش عارفين نخش جوه كوميونيتيز. دي حقيقه. فمحتاج ان انا اشوف المينينج من كل حاجه بعملها، اقف كده واسال نفسي هو انا بعمل ده ليه؟ بدرس ده ليه؟ ايه النيه من وراها؟ عشان اوصل، يعني هو هتبقى الخطوه الاولى عشان اقدر اوصل انا ايه المينينج في الحياه؟ واحنا جميل. طبعا يعني ويمكن بقى بس يعني حتى شويه يعني حتى بس لا هي ليها علاقه كمان بالبوزيتيف سايكولوجي، كنت اقول لك هي دينيه اكتر، بس لا هو اساسا الغايه من وجودنا في الحياه ان احنا العباده وان احنا يبقى العمران والتزكيه، ان احنا نطور ونزكي من نفسنا. مظبوط. فدي ده الاساس، ده البيج بيكتشر اللي احنا بنشوفها، يعني دي اللي هي اللي يوم ما نقع هنعرف هي اللي تقومنا. هو ده زي ما بيقولوا الالتيميت جول، او هو ده اللي يعني ده الاهم واحد فيهم كلهم يعني. بالظبط. وفي البوزيتيف سايكولوجي هو بيقول لك ايه السبريتوال دايمنشن، هو انت فين الحته بتاعتك، ان انت ايه الكونكشن بينك وبين النيتشر، انت بينك وبين ايه القوى العليا اللي انت تتبعها. بالظبط كده. بس احنا عندنا طبعا اللي هي فعلا فدي من الحاجات اللي هي برضو بشوف ان هي بتقع من الشباب، قصه ان هي الكونكشن مع ربنا. للاسف. هو برضو مش هما بس، هما بقى يعني هما، وتلاقي برضو من احنا الناس الكبار برضو محتاجين ان احنا الكونكشن ده يبقى ان احنا شايفين قدام عينينا وشايفين زي ما انت قلت ان هو الجول الاساسي اللي هيندرج تحتيه كل الحاجات التانية.
بالظبط كده. طيب احنا وصلنا لسادس حاجة، الكوبينج، اللي هو تمام، ازاي التأقلم والتكيف. جميل. انا بعمل ايه لما بتجيلي مشكلة؟ ازاي بتعامل معاها؟ بيحصل انكار واجنور، ولا بنسحب، ولا بقف وما بتحركش، ولا ايه بالظبط؟ يعني بيبقى عندي healthy coping skills ولا unhealthy، عندي طريقة صحية ولا طريقة اللي هي طريقة مش صح. اوكي، لأن ممكن إن هو لو أنا فضلت، يعني لو كنت بحاول أهرب من المشاكل بتاعتي، ده ممكن ياخدني في سكة تانية خالص. حقيقي. يعني في ممكن حاجات تبقى مؤذية، ممكن بتقول ان انا بيكون حاجات زي ما بنشوفها ان حد بيبقى قصة الايموشنال ايتينج، ممكن يكون ان ادمان شيء، ومش لازم دلوقتي، احنا دلوقتي عندنا الادمان بقى مش في قصة الدراجز وكده، لا 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 بيبقى اكبر المنتشر ادمان السوشيال ميديا، جدا، اللي هو انا بنسى حياتي بتركيزي اكتر مع السوشيال ميديا، بشوف ان انا اكن دي الحياة الوهمية اللي انا بستمد منها المرونة او الصمود النفسي الوهمي. حقيقة. يعني بشوف فيها ان هو ايه، شوف ان انا عندي صحاب بعدد الفولورز بتوعي، بعدد الصداقات اللي عندي، بعدد الناس اللي بتعمل لي كومنتس، بعدد الناس اللي بتعمل لي لايكس، وده يريحني نفسيا كده تريحة وهمية ومؤقتة كمان، دي الكارثة الأكبر يعني. ومؤقت، او اني اعيش السعاده برضو الوهميه ان انا اشوف حاجه، يعني ابقى عايش حياتي وانا مش عايشه أيوة وانا واقف أيوة مكاني. دي من احدى فهمتك دي من احدى من احدى الحاجات اللي ممكن نقول ان هي مش من الحاجات الصحيه. طبعا. طيب محتاج ان انا في الجزء ده ان انا اكون عندي برضو ليست، ان انا ايه الحاجات الاستراتيجيز بتاعتي بقى اللي انا برضو عارفها ان انا في الحاله دي ايه ممكن تساعدني. كل واحد عنده حاجات ممكن تقدر تساعده. لا انا ممكن يكون ان انا اتكلم مع حد، لا ممكن ان انا الجا لربنا ويبقى ده ان هو ده بيطمني، ممكن ان انا حد بيعمل مديتيشن، او ان انا لا احب ان انا اتمشى، او احب ان انا اهدى كده مع نفسي وافكر. صح، فايه الطرق دي بتفرق برضو في حاجه، ان انا لما بكون انا عارفها وبفكر فيها واشوف، بقدر عندي سيلف اورنس بنفسي، بقدر لما بيحصل حاجه انا بطلع بسرعه، مش اللي هو ببقى واقف في مكاني او بغرق بقى في الحاجات التانيه وانا مش ولاقيني ولا بحل المشكله ولا عايش حياتي. اوكي. اخر سين، اخر محطه. أنا مستمتع بكل محطة بصراحة، يعني كل واحدة بتضيف معلومة جديدة بالشبه بعض خالص يعني، فجميل. في الكنترول بقى التحكم، هو انا عندي اوتونومي وتحكم في حياتي وعندي القدرة ان انا اختار وعارف ازاي اختار، وانا ديبندنت ولا اندبندنت. ده برضو من الحاجات المهمة في الويل بينج، لان الانسان بيحس ان هو متكتف، انا ما عنديش اختيارات، سواء ان هو، وما اعتقدش في سن الشباب ده حد، يعني لما بيكون ان في حد بيفرض يعني قرار او بيبقى متحكم، يعني هو للاسف بيبقى فيه بعض الاهالي بتبقى عامله ده، بس بالنسبه للاكبر لا، هو في انت حتى لو عاملين ده في جزء بسيط، فانت لسه ستيل كشاب عندك التحكم في حياتك بشكل كبير، تمام، عندك ان انت هتقف مكانك ولا عايز تتعلم وتتطور، مظبوط. هتضيع وقتك في الحاجات ان انت عايز تعمل كنترول على الحاجات اللي هي مش بتاعتك ومش تحت سيطرتك، ولا هتطور في الحاجات اللي هي تقدر تتحكم فيها. يعني احنا مثلا ممكن بنلاقي ان احنا في ايشوز بنقع فيها، ان احنا بنبقى عايزين طول الوقت نعمل كنترول ونغير في الحاجات اللي هي مش في ايدينا. مظبوط. زي مثلا من الايشوز اللي هي لو احنا جينا طبقنا ده على حاجه، مشكله بيقابلها الشباب في الجامعه، ان انا بلاقي مثلا ايه، يعني دي معاناه بيعانوها، المعامله مع الدكاتره، تمام، احنا مش عارفين نتعامل معاهم، هم
بيشوفونا من مكانة فوق وبيرهقونا بحاجات، ولا احنا عارفين نذاكر ازاي، ولا احنا عارفين دماغهم ايه، ايشوز كتيرة كده يعني، ومش عارفين نتعامل معاهم على الناحية البيرسونال سايد ولا من الناحية الاكاديميك. طب ونفضل بقى الشكوى المرة، وتلاقي حاجات بقى حاجات على الفيسبوك ان هم المعاناة اللي بيعانوها شباب الجامعة، هي فعلا دي بتبقى حقيقة. بس لو انا فضلت بقى انا عايز الدكتور هو يكون بيتعامل صح، يعملوا طريقه للتدريس احسن، يعني لو انا مركز في ده انا مش هعرف اتحرك، لان ده مش في ايدي، حقيقة. مش هقدر ان انا، لكن في ايدي حاجه تانية، في ايدي ان انا اشوف انا اعمل ايه عشان احل المشكله دي واطلع منها. ازاي؟ اولا ان انا اعمل كنترول على الايموشنز بتاعتي، او مش بمعنى كنترول، اعمل ماسترنج ليها، اتقبل ان انا متضايق او انا تحت ستريس او انا وات ايفر الشعور اللي عندي ايه، هبقى عارفه ومتقبله، بس اشوف ايه النيد اللي وراه. صح. انا عايز اعمل ايه، انا عايز انجح، انا عايز افهم، طب انا عايز، فهابدا اشوف السكه اللي انا همشيها اللي تساعدني على ده. ده حقيقي. مش هفضل واقف، هشوف انا بنفسي، لان انا هي الكنترول ده هيكون على الحاجات اللي انا اقدر اعملها، انمي نفسي في السكيلز، اروح اشوف مين اللي ممكن يساعدني في ويديني اكسبيرينس في الحته دي. وفي الحته دي بشوف قصه المنتور، يعني انا اخد خبرات، اكتسب خبرات من الناس اللي هم يا اما اكبر مني في الدفعات اللي بعديه، او ان انا من الدكتور نفسهم اللي انا بشتكي منهم او كده، لو انا رحت وطلبت المساعده وطلبت ان انا اخد اعرف ان انا امشي ازاي. على فكره بنسبه كبيره لما بنروحنا يعني هم بتروح تعمل ده، هم ده بيبقى، هتلاقي النسبه الكبيره من الدكاتره هم بيحبوا ده، هم عايزين يشوفوا الولاد ان هم بيبذلوا مجهود، عايزين يشوفوهم ان هم مش معتمدين كليا على بقى زي نظام المدارس وانا عايز شيت واذاكر، لا انا عايز فعلا. هم الدكاتره بيبقوا مقدرين العلم طبعا قوي، اكيد فهم شايفين الولاد لازم يقدروا العلم ويدوا له قدره بالشكل ده. فلما انا بقى اشوف طالب، انا كدكتور بقى اشوف طالب ان هو بيسعى وبيجي وبيسال، هحاول هديله هساعده، هقول له هوجهه. اكيد. وفي طبعا برضو عشان برضو هنكون على ارض الواقع، مش كل كده، في طبعا دايما بيبقى اكسبشنز، في ناس لا مش هتقدر تعمل ده، بس انت مش هتفقد، هتروح للدكتور اللي هو اساسا اللي هو يعني اللي بيدي الماده، هتروح للاسيستنت بتاعته، هتروح ان انت تسال تشوف يعني حد من الولاد في الدفعات الاكبر منك وتشوف تعمل ده، وتبقى متقبل. يعني برضو من حته برضو ان هي في ولاد ما شاء الله اللي بتبقى كانوا شاطرين طول عمرهم في المدارس ومش بياخدوا برايفت سيشنز والكلام ده، بيبقوا رافضين فكره ما هو انا مش هاخد حد، يعني انا ما انا هروح هاخد درس خصوصي على كبر وكده وحد يساعدني او حد، فبيبقى شايف ان ده فشل. لا، هي في بدل ما انت تاخد ان حد، وما فيهاش مشكله لو في حد شاطر في ماده معينه وهيقدر يساعدك انت ويوجهك هتذاكرها ازاي او تجيب الريسورسز بتاعتك منين او الكلام ده، وماله. صح. ويوجهك، ومش لازم ان هو يعني اللي هي قصه المنتور ان هو بيديك اكسبيرينس ومش لازم يشرح لك الماده. فانا برضه هنرجع، انا بقى العقليه بتاعتي عقليه الجمود ولا عقليه النمو؟ النمو. نعم، مظبوط. ها، فاللي هو انا ما افضلش واقف عند المشكله، اتحرك واشوف، وما اقولش بقى ان انا مش اصلا ولا هغير التعليم في الجامعه ولا هغير الدكاتره ولا، فابدا اطلع انا بنفسي بقى في الحته دي، التاقلم والمبادره. تمام، بالظبط كده. فدايما في دي في الاكتيفيتي، في اكتيفيتي للكنترول اللي هي السيركل اوف كنترول والسيركل اوف انفلونس. انا بشتغل على الحاجه اللي هي في دايرتي انا اللي اقدر اعمل فيها، او ممكن مش هقدر اغير، لكن ممكن اثر في الدايره الاكبر. مظبوط. فانا بدل ما اضيع بقى وقت ومجهود في السكه الغلط، لا انا اوفرهم في المكان الصح عشان حتى ما يبقاش عندي احباط وياس ومش شايف ان فيش حاجه بتتغير ومش شايف ان في حاجه، على الاقل انا بطور من نفسي. وانا ده برضو كل ده يعني بقى في النهايه ده بيخليني عندي ريزيلينس، يعني ريزيلينس ويعلي الصمود النفسي ويخليني اتعلم، وهي الحياه كده. مظبوط. يعني الحياه سواء في الجامعه
او هي يعني الصورة المصغرة من الحياة الكبيرة بقى. فأنا بقى أنا هختار أعمل إيه؟ صح جدا، ممكن أقول السبع مرة واحدة برضو. يا ريت. أول حاجة قلنا الكومبتنس الكفاءة، كونفيدنس الثقة، كونكشن الاتصال، كونتريبيوشن المشاركة والمساهمة، الكاركتر أنا بختار أكون إيه، تمام، الكوبينج والكنترول. رائع. وده زي ما حضرتك قلتي بيؤدي او بيقوي نسبه الريزيلينس او المرونه الايجابيه بتاعتنا، الى جانب الاساس اللي حضرتك قلتي عليه في الاول اللي هو الفرق ما بين المايند سيت بتاع الجروث او النمو والفيكست او الثابت او المجمد. تمام، حلو هو ده جدا. يعني ده هقول لك حاجه كريم، ده اللي يعني الحاجات دي بتديني awareness، ومش انا مجرد، انا برضو في نقطه، انا مش معنى ان انا عرفت الحاجات دي ان انا هجري وخلاص تمكنت منها وخلاص ان انا هعملها على طول، لا هي دي حاجات هفضل شغال عليها وانا ماشي في حياتي جدا، بتطور فيها وبتزيد معايا. يعني انا تمام، يعني احنا الكبار دلوقتي احنا لسه شغالين على الريزينس ده، وبنفضل كل شويه نقع نعرف نحاول نقف تاني ازاي، يجي تشالنجز نعرف نحاول نتعامل ازاي. مش مهم نقع، مش مهم نغلط، احنا برضو نبقى مدركين في الحياه بتاعتنا ان احنا ما عندناش غير السعي، احنا علينا السعي والاجتهاد، والنتيجه دي بقى مش بتاعتنا. يعني ربنا اذا كان اساسا ربنا مش بيحاسبنا على النتيجه، احنا بنحاسب نفسنا دي وشوف احنا وصلنا لفين، طب انا هوصل لايه؟ يعني ده دايما برضو من الحاجات الولاد دايما بيقولوها، طب انا هوصل لايه؟ طب انا لما اخلص الجامعه انا هشتغل؟ هلاقي شغل ولا مش هلاقي؟ هلاقي الحياه زي الجامعه ولا اصعب؟ طب انا هتجوز، وده طبعا فكره اكتر من هتجوز، هلاقي هعرف ازاي هلاقي شريك حياه، بيبقى من الحاجات اللي بتشغلهم. والولاد طب انا هعرف اكون اساسا بيت؟ فبتلاقي اللي هو ايه، انا عايز اوصل، اكن احنا وصلنا ايه، احنا طول ما احنا عايشين احنا هيبقى محطات، في حاجه، في جولز، في اهداف هنحققها، بس طبعا الوصول بقى لايه بقى اللي هو الوصول اللي هو عشان اقعد كده ورايح اقول لا خلاص بقى انا بقيت خلاص عندي صمود قوي، انا بقيت عندي مهارات عاليه، انا بقيت بعرف اعمل كل حاجه، لا. لان لو احنا وصلنا لده بنفسنا كاشخاص يعني، يبقى احنا كده يعني مش بحاجه بقى لربنا، وده مش لا يكون يعني. طبعا طبعا، احنا طول الوقت عايشين في ده، عشان طول الوقت احنا محتاجين ان احنا الرجوع لربنا. دي حقيقة، ودي اللي يمكن بننساها في سحلة الدنيا بكل ما فيها، بس احنا المفروض نستمتع بالرحلة، بس ما ننساش احنا موجودين ليه او ايه الهدف الاسمى زي ما حضرتك قلت قبل كده. لا معلش هقول لك حاجه برضو يا كريم، هو برضو من الحاجه اللي هي يعني دي يمكن اقول مسج في الاخر دي اوصلها، يعني اللي هي تقصر المسافات، والله مش كلام كده بقى كليشيه بنقوله ولا كلام بقى انا قاعده عشان كبيره وبدي خبره بقى، لا والله الواحد ان هو لما فهم ده وقدر يوصل لده ان هو المعلومه دي، يعني كان لقى نفسه ان هو ضايع وتايه في حياته اللي فاتت دي، وهو ما كانش فاهم النقطه دي، ان هي قصه ربنا هي مش في العباده بس. يعني احنا بنقول الكونكشن بيني وبين ربنا، يعني احنا يعني انا هقول لك حاجه، الاولاد لما بيجوا برضو من الحاجات اللي بيقولوا بنلاقي صعوبه في التعامل مع اهالينا، وده بيبقى بيألمنا وبيوجعنا، وممكن نحس ان احنا برضو ما فيش بيلونجنج في البيت، او احنا حاسين بالوحده ومعاهم بس مش بيفهمونا، مش بيحسونا، مش عارفين احتياجاتنا، فبيحسوا كده بالانفصال، وبيبقى هم حبايبي عايزين ان انا يعني هموت انا بالرغم ان انا متضايق من مشكلتي، بس انا عايز احس بالكونكشن، لان هو ده الطبيعي، ان احنا زي ما احنا قلنا الكونكشن احنا مخلوقين علشان نكون كونكتد ببعض، نكون نتعارف، فده ما بالك انا ده، وعشان ابويا وامي هم اكتر حد يعني هم مهمين بالنسبه لي، ما بالك بقى باللي خلقني وخلق ابويا وامي، انا فين الكونكشن بيني وبينه؟ مش انا عشان اصلي واعمل الصلاه بتاعتي، لا انا بتفرق لو انا شايف ان انا في كل حاجه بعملها في حياتي هي فيها كونكتد والوصله مع ربنا،
هلاقي بقى الريزيلينس هيعلى، هلاقي الويل بينج هيعلى، هلاقي ان انا السلف كونفيدنس هتعلى، هلاقي ان انا قادر اشوف بقى الجمال اللي عندي والميزات والسكيلز بتاعتي، وهطمن يعني يوم ما اجي كده ثقتي تتهز واقول ايه ده، بس انا مش هعرف، بس انا دي ما دي جات لي ضربة حظ او كده، لا هبقى مطمن وواثق ان هي دي من عند ربنا، هتبقى معايا ان شاء الله، ده يعني هيبقى فيه سلام نفسي. نفسي ونعم بالله. يعني ده وده كان زي يعني رسالة ختامية جميلة وأنا بقتنع بيها جدا، عشان كل مراحل النجاح في حياتي كانت لما الواحد بيتقرب أكتر، حتى لو جزء صغير ربنا بيعوضك بمكافأة أكبر كمان كل ما تقربت له. فأنا مع حضرتك جدا في النقطة دي، وكان نفسي يعني احنا ممكن نقعد يعني انا ما عنديش مشكله اقعد 2 3 ساعات بتكلم مع حضرتك، عشان المعلومه زي ما كل منك الشباب منك بيحبوا بتبقى مبسطه وجميله. وحضرتك غطيتي يعني اكتر من 5 تولز النهارده، وهو بحر من المعلومات، بس اكيد ده مش هيبقى اخر اللقاء النهارده. فيعني انا بشكر حضرتك جدا ووقتك كأم وككوتش وككل، ان حضرتك فرغتي ساعه تفيدي بيها المشاهدين بتاعتنا النهارده. ربنا يكرمك يا كريم، اللي انا بشكرك على الفرصه دي، ويا رب نفسي ان هو فعلا يكون في افاده فعلا للشباب اللي بتسمعنا، ومحتاجين بقى، احنا محتاجين اهو، احنا بنطلب اهو ان انت يبقى في الدعم والمسانده، ان انت لو فعلا استفدت او في حاجه قدرت اتعلمتها، ان انت تقول لنا، تكتب لنا في الكومنت ايه الحاجه اللي عملت كليك معاك، وتعمل شيرنج بقى، علشان خاطر انا يعني انا نفسي، ويعني من احلامي الكبيره ان نفسي بقى، عارفه ان الواحد اللي بيتعلمه ده، ان الشباب يبقوا عارفينه، ان هم يبقى حاجه تنور لهم، حاجه تديهم امل، حاجه تديهم ايجابيه، لان هم حرام ان الدنيا بقت صعبه، لما جدا تكون ما احنا نعرف ده بيساعد كتير. فيا رب يكون، يا رب ده يكون وصل، طلع من القلب ووصل ليهم، يا رب يكون بالنفع يا رب. اكيد يا رب امين. و احنا انا ببص في الكومنتس دلوقتي، هو كلها كومنتس تشجيعيه، يعني حضرتك ممكن تشوفيها كلها حب لحضرتك يعني. وزي ما مس هدير قالت اكتبوا في كومنتس، حتى لو شفتوا التسجيل مش لايف، وبرضه تابعوا مس هدير في الصفحه بتاعتها، هتلاقوها في البايو قبل البوست ده على طول، لمعلومات وفيديوهات وحاجات شيقه اكتر ده ان انا شاء عايزه الله. اقول لك يا كريم بقى حاجه، ده انا من التشالنجز بتاعتي واللي ايوه بقى ريزينيز، اللي هو والله علشان خاطره قصه اللايف اللي احنا فيه ده، انا حد اكتر ان انت لا حط، انا عايزه الدايركت كونتاكت، انا حطيني ايوه معاهم في فيس تو فيس ورك شوبس، اكون موجوده معاهم، شايفه الناس، لكن انا اكون بتكلم كده في لايف ولا زوم ولا قدام كاميرا، دي من التشالنجز بالنسبه لي، بحس ان هو ايه ده، لا انا عايزه احس بالناس، والناس تحس بيا في كده تواصل. فيا رب اكون وفقت النهارده، ويكون بقى انتوا دعموني وعاملين لي سبورت ان انا اكمل. طبعا طبعا مسألة واكيد حاجة اكيد كل ما الريزيلينس اعمل براكتس كل ما هكون احسن وافضل يعني. بالظبط كده بالظبط كده. بشكرك جدا يا مسادير وكل المشاهدين، وإن شاء الله نشوفكم في لقاء جديد الأسبوع اللي جاي. يلا شكرا نهاركم جدا سعيد. يا كريم، شكرا يا شكرا، مسادير، سلام. باي باي. نعم.